انت محب للسفر بطبيعه الحال. ونرجع والله محب للسفر بس مو ذاك الحب الكبير. نعم. يعني مش اساسي عندي بصراحه. بس بعدين صار جزء مني. نعم. لكن لما اجت الغربه الحقيقه حسيتها بال91. نعم. يعني اللي كان ما عندنا الا منفذ واحد وهو فقط الاردن. نعم. بدت منا بحيث انا بهذه السنه كتبت الموال اللي يعشق شاعرنا الكبير نزار قباني اللي هو موال الغربة. من هذه القصيدة ومن هذه الأيام رغم أنه أنا في بلد عربي كنت. نعم. رح نسمع منك شيء. كتبت شيء عن الغربة؟ شو كتبت؟ كتبت موال الغربة اللي قلت لك يعشق شاعرنا الكبير أستاذ نزار قباني. نعم. ولما سمع كنت أنا وكاظم الساهر في القاهرة كان كاظم يلحن زيديني عشقا. نعم. وقال لي أستاذ نزار قال له حتى اللحن عجب صديقي الشاعر كريم العراقي اللي كتب أغلب أغنياتي أستاذ نزار قال له وجنبك أعطيني إياه. نعم. فما تشعر الفرحة الكبيرة والسعادة اللي انتابتني. أنا كنت حطيتها هذه الحادثة بفقرة سبقناها سبقتها ولكن خلص سيري وانفتحت فرح نكفي عنها. وأي متى أنت أبكيته لنزار قباني؟ فقال لي هذا الموال أنا سامع موال يتحدث عن العراق. نعم. سمعته بصوت كاظم عايزة بخطك. نعم. أرسلت له بخطي وجتني رسالة من نزار قباني شاعرنا الكبير اعتبرتها وسام مني. خليتها بخط إيده يقول كريم أيها الشاعر الجميل حين وصلتني رائعتك موال الغربة دخلت المطبخ وصدعت شايا عراقيا أبو الهيل كما ذكرت. مم. وركضت وراء أيامي في بغداد تذكرت زوجتي بلقيس العراقية بشعرها الطويل الذي كان يحاكي القباب والمهاجر وكتب عنها القصيدة الشهيرة الشهيرة. مم. ديوان كامل كان. مم. وجسر الأعظمية والجبن الأوشاري في أربيل وأسد بابل ومقامات النجف يعني صحيت في الذاكرة بالضبط. نعم. صحت الذاكرة فالذكر يقول هذه ليست قصيدتك يا. نعم. كريم. نعم. إنها قصيدتنا جميعا. نعم. نحن المنفيين في أرض الله وليس معنا سوى حقيبة ملأة بالياسمين الدمشقي والرازقي العراقي. أبقى يا كريم مزروعا في شفتي كاظم السهر واكتب لنا أحلامنا وأحاسيسنا بأسلوبك الطفولي الجميل والله يحفظك ويرعاك نزار قباني الموال الغربة القصيدة يا دنيتي الحرمتيني يا دنيتي الحرمتيني من أهلي وعشت بالغربة من غصبا علي أدق أدق يابا واسأل من عليكم ضعف صبر وزمانك خان بي غريب وكل غريب يتذكر أهله هلي اخواني امي هلي هلي تذكرون الصبح وانتم تفطرون بعدها صورتي تتوسط البيت مكان اللي احبه بعده موجود حديقتنا بعدها محمله ورود اغاني اللي احبها من الطفوله انا الناظم وللقبنشي حنيت ابو دياتنا موالاتنا للمقهى القديمه وشاي ابو الهيل عتاباتنا موالاتنا بحضن دجله الزوارق هاي مطوف ونيران الشواط وسمج مزقوف الله ينتقم منك يا ايام هل الطيبين ضاعوا من يدي يبيش عوضهم يا ربي وانا قلب الطفل قلبي من يجي براسي هواهم يحرق ثيابي علي حق لو اضعف شو اسوي الارض مو ارضي الناس مو ناسي الجو مو جوي يصير لنفسي انا واشكي لعدوي لا يا دنيا يا دنيا انت الحرمتيني من اهلي وعشت بالغربة من غصبا علي ادق يا باب واسأل من عليكم ضعف صبري ضعف صبري وزماني خالي.